زوم سانتي. زوم سانتي. في زوم سانتي استنستو بتحقيقاتنا الطبية والعلمية اكتشاف أول حالة إصابة تونسي بإنفلونزا الخنازير. هذا هو موضوعنا اليوم وحوارنا مع الدكتورة سعاد الحيوي رئيس مصلحة الإعلام بالإدارة الجهوية للصحة بجيبس. دكتور أهلا وسهلا. عسلامة ومرحبا بكم. انجرو ميرسي لتدخلك معنا. تأكد لنا الخبر هذه إصابة أول تونسي بإنفلونزا الخنازير دكتور. أول تونسي ما عنديش فكرة، أول تونسي ما نعرفش إحنا الأولادين وإلا لا المعلومة ما عنديش، أما إحنا ما عندنا قام عندنا مخبر عندنا مخبر بريفي فهمت قام رست بحالة دونك نسميوها غريب أ هاش أ أن أ دونك التسمية نتاع إنفلونزا الخنازير لو أميس ما عادش تحبسها خاطر بور دي بروبليم تكنيك دونك ولينا نقولوا غريب أ سو تيب هاش أ أن أ. باهي هاش أ أن أ إحنا جوست خاطر بالعامية هذاك اللي نعرفوه دكتور. دكتور كيف تم اكتشاف الحالة هذه؟ في مخبر دونك قلنا بريفي دونك صار تحليل نتاع الغريب وطلعت معناتها هذه معناتها طفل عمره ما بين 3 و4 سنوات دونك طلع عامل بكتيريا وعلى ضوء هذيك خذينا عينه وهزيناها للمخبر المرجعي باش نزيدوا معناتها هي كونفيرمي الحاله اما باش نزيد تكون معناتها موثقه من طرف المخبر المرجعي. به مدام طوعيا هزوا عائلته الطفل هذايا ولا كانوا يداويوا فيهم بعد قالوا خلينا نعملوا اكثر اختبارات معناتها السبب اللي خليهم يمشوا للمخبر شنو هو دكتور؟ هو معناتها عمل كما نقولوا سندروم اللي هو فيه سخانه وكحه وكل قعدوا يلوجوا في الفيروس منها الكوفيد منها وينجموا يلوجوا لي فيروس الكل في الاخر طلع الفيروس هذايا فاش ان دكتور الطفل هذايا والعائله نتاعو في تونس ما جاوش من برا ولا ما كانش عندهم كونتاكت معناتها كيفاش وصلت لعمليه الاصابه بالانفلونزا الخنازير في الاخر؟ لا لا دابخي لونكيت ما خرجوش من كيبس معناتها مقيمين في كيبس ومعناتها وهي الجريب ديجا معناتها رجعت الجريب معناتها ديجا معناتها فما ديكا اللي هما جريب ا اما هاش با ان دو فهمت عده حالات في عده ولايات استمرتها في مدنين وفي فما في بالي ما نحبش نغلط انا في ولايات اخرى دونك وتوا تم رصد هاش ان ما نعرفش اسكو احنا لو بروميي كا والا فما ولايات اخرى تم الرصد نتاعها هذه المعلومه تاخذوها من عند معناتها عند وزارة الصحة. في اللونكيت نتاعكم كيف تمت العدوى بالطفل هذايا دكتور؟ حسب عملية الاستقصاء اللي قمتوا بها بيان سور. إيه هو خاطر طفل صغير بالطبيعة يلعب هو وأون كونتاكت مع جيرين وكل شيء دونك صارت العدوى معناتها فما دي فيزيتور يجوا للدار وكل شيء هو مازال ماهوش لاج سكولير وكل دونك أكيد من معناتها من اللونتوراج نتاعو صارت العدوى. اما ما خرجش من جيبس ما خرجش من الجيبس. شنو الاجراءات اللي قمتوا بها من بعد؟ قمتوا بالتحاليل العائله الاقارب نتاعو الجيران شنو الاجراء اللي خديتوه كاداره جهويه للصحه بجيبس دكتور؟ هو الطفل صحته توجب انه يقيم معناتها في ستركتور سانيتير وتوا حاليا هو لاباس عليه الاجراءات احنا عندنا دوين مديناه به فهمت باش تحسن الحاله نتاعو وعملنا انكيت بيان سور وبعثنا كل الانكيت هذيك بعثناها لوزاره الصحه واعطينا توصيات للعائله باش ما في الجريب احنا ما نجموش نعملوا مش كيما في الكوفيد معناتها نعملوا لي كونتاكت الكل لكن اعطينا توصيات للعباد اللي هما كبار يمشيوا يلقحوا معناتها يلبسوا الكمامات غسل الايدي فهمت الام معناتها ماذا بها زاد كيف ما تدخلش معناتها تنجم تكون تعديت ولا حاجه لازمها اللي فيت باش تدخل ان كونتاكت مع عباد اللي هما ينجموا حالتهم تتعكر كان يتعديوا بالفيروس هذايا ونسوتي سور لوكازيون باش يلقحوا زاد الجريب اللي نحسوا فما شويه عزوف اللي هو مهم جدا ان نلقحوا بها راهو فهمت كيما الكوفيد مهمه جدا حتى الجريب كيف مادام متوفره كميات التلقيح نتاع الجريب في جيبس الاشكال في كميات التلقيح راهو مش الناس الكل راهو معناتها تاخذها كان العباد اللي انتيجون موفروا لهم البقيه يمشوا للفارماسي ياخذوها من عند الفارماسي خاطر احنا الببليك نتاعنا اللي هو يلقح هو سي الببليك اللي هو معناتها سوسيبتيبل معناتها اللي ينجم معناتها كي يجيه القريب معناتها حالته تتعكر ومدام حالات خطيره. البو والام عطاوش على الاقل كيلكو سيمتوم نتاع انهم مصابين بال ان ا اتش ام؟ لا 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 به خلينا ناخذ فكره انفلونزا معناتها الان ا هاش ا ماضي اي هاش ا ان ا ماضي دكتور ماهوش ماضي بعد بعد اي كوفيد اي كيما الكوفيد بالضبط معناتها ماضي معناتها هذا فيروس كيما هو ينجم يعطي نفس السمتوم كيما الكوفيد والعدوى نتاعو نفس معناتها العدوى نتاع الكوفيد يتعدى بالكل
بالكتلات فهمتوا بالكونتاكت فهمت وكيف كيف خاطر يأدي الكحه هذا كيف كيف تخانة وكل دونك العبد اللي هو معناتها عنده لي سيمتوم هذيك يلزمنا نلبسوا الكمامه باش نحمي روحنا احنا نلبسوا الكمامه ونغسلوا ايدينا اشك فوا نمسوا حاجه نجم تكون مسوها برشا عبيد اختينا معناتها لي ميم سيمتوم براتيكمون نفس الاعراض نتاع اصابه الكوفيد 19 هي بيدها الاتش ان ان دونك فما اعراض اخرى ما نلقاوهاش في الاتش ان ان كيما تخاثر الدم كيما معناتها تمس فما ديفيرونس اما السندروم برونشيك هو كومان الكل فهمت اما الكوفيد عنده سبيسيفيتي نتاعو بيان سور الاتش ان ان عنده سبيسيفيتي لكن فما حاجه اون كومان بيناتهم هي السخانه والكحه سندروم برونجيك معناتها هو كل يعني يبدا فاشل وعنده وجع في الاعضاء الكل فهمت بون دكتور سيفري اللي احنا معناتها سنين نستناو في تونس وفي العالم الكل انه الجريب يجي قوي لكن ما استنيناوش باش يكون هكا اتش ان ان الحقيقه دكتور وحتى التوانسه تفاجئوا شويه كي سمعوا الاخبار هو 2020 ما سجلناش حالات اتش ان ان 2021 هاو فينا معناتها 2022 فيناها لكن في 2019 سجلنا حالات و 2018 سجلوا معناتها حالات طفيفه لازمنا نردوا بالنا خاطر بون احنا بوتيت خفي 2009 صار لنا برشا حالات صار لنا حالات جيد وكل لكن معناتها لازمنا نردوا بالنا ونستعملوا الكمامات ونلقحوا زاد التلقيح قبل ما كانش معناتها ما كانش عباد تقبل يسعى تلقيح بعد 2009 ولاو العباد اللي هما عندهم حساسيه والعباد الكبار ولات عندهم عاده كل ما يجي سبتمبر يمشيوا يلقحوا وماذا بينا تقعد العاده هذه خاطر باش تعرف انت الجريب راهي حتى هي تنجم تؤدي الى حالات وفيات يعني لازم العباد الكبار والعباد اللي عندهم امراض اللي تنقص لهم المناعه يمشيوا يلقحوا. به دكتور كان تسمح لي الفاكسان تاع الكوفيد 19 هل يقين نوعا ما من الاتش ان ان؟ حسب على الاقل الدراسات العالميه ولا حسب اللي موجود ما يقيش دونك لازم دو فيروس ديفيرون راهو كل فيروس واحد سي تان فيروس معناتها سي تان كورونا فيروس واللي غير فيهم فيروس لا غريب ماهمش كيف كيف الكل ماهمش كيف كيف ما باش الساده المستمعين يفرقوا يعرفوا يقول لك لي هاني هاني ملقح من الكورونا دونك لا راهو كل حاجه واحد به دكتور ما يتعرضوش نجم نلقح اليوم بالكورونا فيروس معناتها اللي باش نختار وانا اليوم وبعد قداش مده نجم نلقح بالقريب دكتور؟ هو راهو نفس النهار تنجم تلقح راهو ما فماش حتى مش في نفس ليد لكن اي نجم تلقح ما فماش حتى كونتر انديكاسيون لكن احنا كابر كان خاص معناتها الاعراض خاطر بعد ما تلقح باش تصير شويه فاشله وكل كي بيو دو فاكسان خاص انه معناتها سي لا ديسيزيون تاع المصان باش يلقح يقول لك هذه معناتها ينجم يتعب بعد الفاكسان ولا ما ينجمش يتعب يعمل ديكالاج ديكالي فهمت سينو الحل على الاقل للهاش ان ان والكورونا فيروس البروتوكول الصحي احترام البروتوكول الصحي هذا يقينا من برشا حوايج دكتور اكيد احترام البروتوكول الصحي راهو يقينا من الفيروسات الكل فهمت والفيروسات الكل تو ينجم معناتها انسان انا تو نجم نمرض بالكوفيد نجم اومين طون نجم نمرض بالانفلونزا فهمت يعني نجم نمرض بالاوميكرون ونمرض بالسارس كوف اللي هو دلتا ونجم نمرض بالجريب في نفس النهار ونجم تصير لي ثلاثه معناتها حالتي تنجم تتعكس وقت يبداو معناتها الفيروس الكل يجيو وقتها المناعه نتاعي تزيد تنقص اكثر وواحد يعمل حالات خطيره دونك ماذا بينا البروتوكول الصحي يعني نعتمدوه خاطر توا الفيروسات ولات تدور وكثروا الفيروسات ما نقولوش احنا خاطر توا فما نوسيون تاع اوميكرون خفيف لا فما فيروسات اخرى اللي تنجم تردوا ماهوش خفيف الاوميكرون كي يبدا مع الجريب كي يبدا مع دلتا هو اصله يؤدي الى حالات خطيره قلنا اقل ما قلناش ما يؤديش الى حالات خطيره دونك نرجعوا الكمامات نرجعوا التباعد الجسدي غسل الايدي ونقضوا على التلقيح خصوصا في الكوفيد ولا في الجريب دكتورة سعاد لحيوي رئيس مصلحة الإعلام بالإدارة الجهوية للصحة بجيبس أن جرون ميرسي لتدخلك معنا اليوم الانترفيو الانتجراليتي نتاعو تلقاو شوية أخرى على الباج أوفيسي الفيسبوك وين تأكد لنا إصابة طفل عمره بين 3-4 سنوات أصيل ولاية جيبس بالهاش أن أن أ وهو اللي نعرفوه بإنفلونزا الخنازير أكثر التفاصيل كيفية الوقاية والإجراءات اللي تاخذوهم هذا وأكثر تعاودوا تستمعوا له كي تدخلوا على الباج أوفيسي الفيسبوك راديو الحياة فهم كنت هذه زوم سانتي بالنسبة لليوم Zoom Santé.